وصلنا عام 2022 وللأسف ما زالت المرأة تطارد حقوقها في بعض الدول. لكن تخيلوا أن المرأة حصلت اليوم فقط على حقوق متساوية في أكبر مسابقة متعلقة بالمرأة في العالم. نحن نتحدث هنا عن مسابقة ملكة جمال الكون، والتي للتو فقط قررت السماح بمشاركة الأمهات والحوامل والمطلقات والمتزوجات. فقد تغيرت قوانين المسابقة التي تأسست عام 52 في نيويورك، وأعلنت أنها ستقبل مشاركة من ذكرناهم بدءا من عام 2023. المديرة التنفيذية قالت إن منظمة ملكة جمال الكون قامت بهذه الخطوة لدعم النساء بشكل أفضل، وأن تغيير القواعد تم اعتماده عبر دراسات واستطلاعات رأي أجرتها المنظمة. رغم أن التغيير في القواعد هو تغيير إيجابي، إلا أنه أثار دهشة واسعة بين المتابعين لتأخر مثل هذه المسابقة في منح الفرصة للمتزوجة والمطلقة والأم في المشاركة، ما فتح باباً من التعليقات الغاضبة والساخرة من تصرف هذه المنظمة. دعونا نقرأ لكم البعض من هذه التعليقات التي جاءت على تويتر، ونبدأ بتغريدة جمانة: يا سبحان الله، ما كان مسموح للحامل والأم والمطلقة والمتزوجة إنهم يشاركوا. وبالآخر بيقول لك بيجوا بيقولوا إن هاي المسابقات مش سطحية ولا تحكم على الشكل، وبتحكم على الشخصية والثقافة. لا، ما هو واضح. بينما رانيا كتبت في تغريدتها: أصلاً هاي مسابقات تسليع للمرأة، وبتعمل هاي الحركات لتغطية هذا التسليع. راقبوا أي مسابقة ملكة جمال واحكوا لي بعديها عن الحكم على شخصية المرأة. أخيراً شيرين كان لها رأي. أنا شايفة أنه قرار ممتاز، ومع أنه متأخر، بس أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل أبداً. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا من القاهرة الباحثة في قضايا المرأة عبير سليمان. أهلاً وسهلاً بك أستاذة عبير. يعني في البداية، ما هو السبب الذي كان يمنع مشاركة النساء المتزوجات أو المطلقات أو حتى الحوامل في مسابقة ملكة جمال الكون؟ يعني نحن نتحدث هنا عن فئة عريضة من المجتمع وعن زمان متقدم جدا، يعني قد لا يجوز فيه مثل هذه الشروط. تحياتي لحضرتك. من زمن بعيد إلى الآن إحنا بنعاني من نظرة ضيقة جدا للمرأة، كونها سلعة أو كونها بس محكومة للمتعة، متعة الرجل. فالأمر ده مزعج جدا للغاية. أغلب المؤسسات العالمية وأغلب المؤسسات الحكومية بتنادي بالمساواة التامة الإنسانية. إحنا في مصر بنقول إن دي على رأسها ريشة ودي مش على رأسها ريشة. ريشة دي بتسقط لما المرأة تتزوج أو تخلف وتبقى أم أو تطلق، فهي أصبحت بدون ميزة. يعني وهذا الأمر كان بيعززه عدد كبير جدا من المهرجانات والمسابقات اللي بتشوف الست سلعة مش معول على عقلها ولا ثقافتها ولا حتى قدرتها ولا مهاراتها. والأمر ده ليه مدلول يعني غاية في الأهمية على المستوى النظرة المجتمعية. أغلب المجتمعات تنظر للمرأة على مستوى الأدنى، وإن هي خلقت للمتعة، خلقت إنها تكون شكلها جميل. أي امرأة مش يعني لا تحظى بهذا الجمال المرضي للمجتمع فهي في المرتبة الدنيا، وده أمر قد كده مهين. الرجل لا يفقد قدراته ولا مهاراته ولا إمكانياته ولا رغبته أو استطاعته في التحديات إذا تزوج أو إذا تعددت العلاقات أو إذا أصبح أب. فرمزية هذا القرار أقوى بكتير من تطبيقه. رمزيته هي اللي بندعمها جدا وتسعد وتسعد. نعم، أنا معك، ولكن هذا الكلام يعني ما فينا نعتبره أنه قديم شوي. ليه لحد هذا الوقت لاتخذوا هيك قرار؟ هو
هو القرار هو اللي متأخر كتير، ونتمنى ان هو ما يكونش كيمو فلاش او شكل ديكور زي عدد كبير جدا من التصريحات او الاجراءات او الممارسات اللي بتدعم حقوق المرأة ظاهريا وفي الباطن لا تدعمها يعني جملة وتفصيلا. والامر دوت بصراحة بيصير حفظتي وبيصير حفيظة الحركة النسوية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالقوانين او عدد من المسارات المجتمعية او حتى الاقتصادية اللي بتقول ان المرأة تستطيع وتستطيع وتستطيع، وفي الاخر المجتمع لا يبارك. فاحنا انا ادعي ان المجتمعات لن تبارك دخول الامهات او المطلقات او يعني الاشخاص حتى المتزوجات لن تبارك بسهولة، يعني هذا الامر هياخد امد من الوقت ومن تغذية المجتمع ان يكون مستنير اكثر وان ينظر للمرأة على المستوى الانساني، ان هي مش شكل مش جمال يتحرك، وجمال كمان من الضامن لأي شخص مقيم للمرأة إنها معددة أو غير معددة أو يعني فكرة كمان حصر المرأة في كونها لرجل واحد أو إذا أصبحت متزوجة فقدت الكثير بعد الزواج أو بعد الانفصال أمر عقيم جدا، ونظرة مش بس دونية، نظرة أنا أدعي إنها غبية لأنها مش واقعية وليست لها حجة، يعني الحجة والضامن مش موجود في الأمر ده نهائي، لأن دي علاقات إنسانية وشخصية جدا مفروض المجتمع ما يتدخلش فيها وما تكونش مسار للتقييم. طيب هل كان يعني هناك دور لحركات دعم النساء حول العالم بتغييرات هيدي القواعد والأعراف يلي كانت سائدة بالسابق؟ وهل برأيك هيدا القرار ممكن يشكل دعم للنساء حول العالم مثل ما قال المدير التنفيذي لهيدي المسابقة؟ طبعا بحييكي، انا قلت ان القرار ده رمزيته اقوى من تطبيقه، اقوى من الموقف اللي هيخلقه، رمزيته اللي هي بتقول ان المرأة لا تسقط عنها ميزة اذا كانت ليها شكل اجتماعي ما، يعني الشكل الاجتماعي فصلوه عن القدرات الشخصية اللي تقدر انها تكون فيها في متواجدة المرأة بتحدياتها بقدراتها الثقافية بوجودها في اي مكان كان مش بس مهرجان زي ملكة جمال العالم، لا كل المهرجانات او كل المسابقات، ولكن كون هذا المهرجان تحديدا رمزيته قد يشوبها شبهة التسليع، فكان من وجود رمزية للقرار غاية في الإجلال، ان هو بيدي رمزية ان يعني طيب احنا مش في هذا هنعتمد على يعني شكل المرأة، هناك بعض المدافعين عن حقوق المرأة ممن ينظرون الى المسابقة على انها يعني ليست داعمة للمرأة بشكل عام وانها تسليع لها، شو رأيك؟ إذا كانت نظرتها قصيرة أن تعتمد فقط على جمال المرأة وملامحها وتناسق جسدها فهي مسابقة عقيمة، لأن المرأة لا تملك فقط جمال ولا تملك أنوثة، ومش دي أدواتها اللي هي بتعمل بيها في المجتمع، يعني مش هو ده دورها، دورها أكبر بكتير. والمرأة التي ليست لديها جمال يعني وضعها إيه في المجتمع؟ نوئدها؟ نقتلها؟ يعني احنا بنعمل كده في الرجالة؟ يعني هل احنا بنقوم مع الرجل ان الرجل غير الوسيم لا نهتم به، لا ندخله في تحديات او في مسابقات او نصادر عليه ان هو لا يملك ادوات ولا يملك امكانيات ولا مهارات؟ الحقيقة نظرة متخلفة ورجعية، واللي كان بيعززها الطيارات المتخلفة اللي انا بشوف ان هي السائدة في الاغلب في المجتمعات، حتى للأسف المجتمعات التي تدعي التحضر برضو يعني أو بشكل أو بآخر بتنظر إلى المرأة بشكل دوني بشكل نسبي، بدليل أن الحركات النسائية على مستوى العالم ناضلت وكافحت أن تكون المرأة داخل الجيوش، أن تقوم المرأة بدور جلل وعظيم في المعارك التي تعتمد على القوة والتحدي والمثابرة وأيضا المرأة أثبتت بالفعل أنها تستطيع أن تخطط
تستطيع أن تخطط، تستطيع أن تقوم بأداء ميداني عالي الجودة وعالي التوازن. ففي فكرة عقامة المرأة أو عقامة عقلها أو تفكيرها أمر الآن مستبعد، ولكن تعزيزاته تأتي بسبب التيار المهيمن المتخلف الذي يغازل الذكور بشكل بصراحة أنا شايفاه مضلل لأجيال وأجيال. أنا أتمنى أن احنا نتخلص من النظرة أو تمييز النظرة الرمزية الدونية للمرأة، ويكون كل المسابقات معتمدة اعتماد جذري وأساسي على المساواة الإنسانية دون النظر للحالة الاجتماعية أو للشكل. الشكل ليه معيار أو نسبة، ملهوش كل النسبة. نعم. مقدرش أعتمد عليه بشكل مطلق، وإلا نعم. تكون المرأة سلعة، وده أمر إحنا رافضينه بشكل تام 100%. الباحثة في قضايا المرأة من القاهرة أستاذة عبير سليمان، شكرا لك.